السلام عليكم. اليوم نروح لبلدية حيدرة اللي نقف على الأشغال نتاع المركن نتاع السيارات اللي عنده أكثر من 12 أو 14 سنة ملي تقرر إنشاء هذا المركز، المركن للسيارات في منطقة سيدي يحيى، واللي هذا المشروع هذا تم إعطاؤه لمجمع حداد بشراكة مع شركة برازيلية تكسيرا دوارتي تكسيرا، شركة برازيلية اللي قامت بالمشروع تاع الجسر العملاق بقسنطينة، يعني شركة معروفة. لكن العقد نتاع الشراكة هذا لم يدم طويل وبقيت الأشغال حابسة. الآن الأشغال في الآونة الأخيرة راهي خذت وتيرة جد متسارعة. إن شاء الله يتعمل هذا المشروع اللي سوف يكون إضافة حضارية للمدينة، يعني للمشهد، المشهد العام للمحيط العمراني، وكذلك يعطي خدمة لأصحاب السيارات. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.